السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن الاحتلال الفرنسي للجزائر وكيف كان للمغرب دور في دعم المقاومة الجزائرية. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم، تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. في سنة 1830 5 يوليوز قامت فرنسا باحتلال الجزائر، وكانت نيتها في هذا الاحتلال منذ عهد نابليون بونابرت، واستعملت حادثة المروحة كذريعة لاحتلال الجزائر فهاجمت ميناء طولون. كانت نتائج الهجمة الاستعمارية التي تعرضت لها الجزائر هي نضوب ميزانية التعليم وغلق المدارس وانقطاع التلاميذ عن الدراسة وهجرة العلماء. لكن هذا الاحتلال بطبيعة الحال وجه بثورات شعبية عديدة في كل أقاليم الجزائر وعرقلت تقدم الاحتلال. كان الشعب الجزائري رافضا للاحتلال، ومن أبرز الثورات الشعبية ثورة عبد القادر الجزائري في الغرب. فهذا فقط ملخص عن الاحتلال، لكن ما يهمنا هنا هو لجوء عبد القادر الجزائري إلى ملك المغرب طلبا للمساعدة بعد أن هزم من طرف المحتل الفرنسي. وكل هذه الأحداث أثارت تضامنا من الشعب المغربي حكومة وشعبا مع الثورة الجزائرية في عهد الملك محمد الخامس رحمه الله، فدعم الثورة ماديا ومعنويا، وكانت بداية سارة على يد الملك محمد الخامس عندما دعاه الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وقادة الثورة الجزائرية في الخارج لعقد ندوة سلام بالمغرب الأقصى. لم يقف دعم محمد الخامس للقضية الجزائرية عند التصريحات والتنديد، بل كان يمد الثورة بالسلاح ويستقبل المجاهدين والسياسيين، فكان له الدور الكبير في نجاح الثورة الجزائرية. وقد جاء كل هذا على لسان العديد من الجزائريين الذين اعترفوا بدور المغرب في دعم الثورة الجزائرية واستقلال الجزائر. ومحمد الخامس ملك المغرب من أبرز ما قام به ودفاعه عن استقلال الجزائر بكل جرأة وقوة داخل قبة الأمم المتحدة، وقد أثار دهشة العالم خلال هذا الدفاع. دمتم في رعاية الله، إلى فيديو قادم. لا تنسوني بدعم القناة ومشاركتها مع الآخرين وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم، تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها.